طيب تعالوا نروح لهالاند. طبعا هالاند النجم العالمي، نجم بروسيا دورتموند الالماني، طبعا اصبح هو الهدف القادم للمان سيتي. جارديولا بيريد تدعيم خط الهجوم بهذا اللاعب الصاعد الواعد. طبعا عارفين هو مواليد 2000، عنده 20 سنه تقريبا، بيقدم مستويات رائعه في الدوري الالماني وفي البطولات الاوروبيه. المان سيتي يعني بيستخدم بند في عقد سانشو لاعب دورتموند الحالي، واللي اتنقل من السيتي، وهو بند نسبه اعاده البيع اللي كانت بتوصل تقريبا ل 15 مليون استرليني صالح النادي الانجليزي. بيضغط بالبند ده شويه للحصول على طبعا هالاند، والضغط على دورتموند للحصول على هذا اللاعب الرائع. لكن دورتموند عنده كمان عرضين، مش بس من المان سيتي لكن كمان من المان يونايتد، عنده عرض قوي جدا. وكمان خلينا نتكلم ان في صراع كبير جدا. احنا عارفين ان هالاند دوت اللاعب لاعب النرويجي من افضل اللعيبه على مستوى العالم حاليا، وبيدينا كده طفره عن القيمه التسويقيه. وطبعا دورتموند اشتراه يمكن من الدوري النمساوي، كانت قيمه عقده 30 مليون. في خلال سنه القيمه التسويقيه لهذا اللاعب وصلت 163 مليون يورو. فبتتكلمي على لاعب عنده 20 سنه، القيمه التسويقيه بتاعته 163 مليون يورو في خلال سنه واحده. هذا الطفره في الاداء، وعلى مستوى التشامبيونز ليج حقق 6 اهداف او 10 اهداف، كان هداف التشامبيونز ليج. فلاعب واعد كل الانديه اعتقد في الانتقالات اللي جايه، كل انديه العالم هتكون طبعا يعني الانديه الكبيره التوب تيمز في العالم، هيكون هالاند يعني من احد العناصر اللي بيركزوا عليها. يعني اختصارا لكلامك، نص انديه اوروبا عايزه هالاند. انت بقى يا هالاند هتختار ايه بعد الفاصل البيت الكبير؟